بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالفيديو هذا بنبدأ بأول دروسنا بالمقرر، اللي هو نتكلم عن الأنتي ديريفيتيف أو الاشتقاق العكسي أو المشتقة العكسية، الأنتي ديريفيتيف. طيب، الفكرة ببساطة هي إنك لو كان عندك هذا اشتقاق دالة معينة f برايم ل x، أوكي؟ f برايم ل x من وين تجي؟ تجيك بالبداية يكون عندك، أو خلينا نوصفها بطريقة ثانية. خلينا نبدأ، لو عندك هنا fx بعد ما تشتقها تعطيك f برايم لx. الفكرة هنا ببساطة، اعتبر ان الدالة اللي بالبداية هي f برايم لx، والمطلوب منك انك توجد fx. اوكي، يعني مثلا لو كانت fx، او خلينا نقول لو كانت f برايم لx، اوضح بتكون كده. لو كانت f برايم لx تساوي 2x، هنا لما اقول لك اوجد fx يعني اقول لك ايش الدالة او الدوال اللي لما اشتقها يكون ناتج الاشتقاق تبعها هو 2x. طبعا الجواب راح يكون، او احد الاجوبة راح يكون، عشان نكون دقيقين، احد الاجوبة بيكون fx تساوي x تربيع. اوكي، طيب ممكن في اجوبة ثانية؟ اي، في اجوبة ثانية نقدر نقول ان fx تساوي x تربيع زائد 4. ممكن تكون fx تساوي x تربيع ناقص 39، وممكن تكون برضو fx تساوي x تربيع زائد ساين باي على 4 ناقص كوساين 3. اوكي، ممكن تكون كذا فعليا في عدد لا نهائي، لانك انت هذه الدوال كلها تلاحظ انها مشتركه فيها اكس تربيع، هنا فيها اكس تربيع، وهنا فيها اكس تربيع، وهنا فيها اكس تربيع، بعدين زائد عدد ثابت. هذا العدد ثابت ما راح يتغير، يعني مهما تغيرت الاكس ما راح يتغير العدد هذا. هنا العدد هذا ثابت، هنا العدد هذا ثابت، هنا تقدر تقول انها زائد عدد ثابت اللي هو صفر. اوكي، فعندك صار نمط، عندك عدد لا نهائي من الدوال اللي اشتقاقها يعطيك 2x. عشان كذا، عشان تحدد كل الدوال هذه، وهذا المطلوب بالسؤال، انك توجد كل الدوال هذه، فتقول ان الجواب بيكون fx تساوي x تربيع زائد عدد ثابت. العدد الثابت له رمز اللي هو سي، سي من كلمة constant اللي هو عدد ثابت، وبهذا معناه انك عدد ثابت ايا كان العدد هذا ما راح يهمني. طبعا السي هذه ممكن تكون، يعني لو اشتقيت اكثر من دالة، لو كاملت اكثر من دالة، او وجدت عكس الاشتقاق لاكثر من دالة، راح يصير عندك سي زائد سي زائد سي زائد سي. مثلا ممكن يصير عندك 3 سي او 4 سي. ما يحتاج تكتب 3 سي او 4 سي، يكفي انك تكتب سي واحدة، لانك انت تتكلم عن عدد اعتباطي. يعني مثلا بوضح هذه اكثر في المستقبل لما نتكلم اكثر عن الاشتقاق، لكن عن التكامل عفوا. الفكرة هي انك هذه العملية، لما اقول لك عندك هذه الدالة اللي هي عبارة عن مشتقة لهذه الدالة، اوكي، هذه اسمها الانتجريشن او التكامل. اوكي، الفكرة طبعا f برايم لx، اذا اعطيتك f برايم لx جيب لي fx، طب اذا اعطيتك fx جيب لي كابيتال fx. يعني لما اقول لك fx تساوي x تربيع، مثلا المطلوب منك توجد الانتي ديريفيتيف لهذا الشيء. طيب ايش الشيء اللي اشتقه ويعطيني x تربيع؟ طبعا الجواب بنشرح الطريقة بعدين، بس بعطيك الجواب عشان تكون عندك الصورة، بيكون كابيتال اف اكس تساوي اكس تكيب على 3 زائد اي عدد اعتباطي سي. اوكي، طيب الحين بتكلم عن بعطي التعريف تبع الانتي ديريفيتيف. هذا يعتبر انتي ديريفيتيف لهذا الشيء. اوكي، متى يكون عندك انتي ديريفيتيف او مشتق عكسي؟ يكون في حاله واحده، نقول اف اكس از ان anti derivative او مشتقة عكسية ل x اللي f x،
of f of x if and only if. هذه معناها if and only if, يعني في حالة واحدة تكتبها, تكتبها i of f if and only if كان d dx ل f of x. ثاني خلينا نستعمل الالوان, خلينا نستعمل الالوان هنا, نستعمل الالوان بيصير عندك مثلا f of x بخليها بالاصفر كابيتال f of x, وهنا small f of x بتكون باللون الزهري. if and only if هنا مرة ثانية كانت كان اشتقاق f of x يساوي كان اشتقاق f of x يساوي يساوي small f x small f of x. اوكي بعدين هذه طبعا التعريف هذا اذا كانت f x continuous, طبعا f x معرفة على فترة معينة, مثلا كانت فترة معينة ايا كانت الفترة خلينا نسميها i. طبعا i ممكن تكون من a ل b او الى اخره, من 1 ل 2, من 3 ل 4, من 1 ل 9, المهم for every x in i في هذه الفترة. اوكي طيب لانها ممكن تكون عندك مثلا piecewise function, لو كان عندك ليش هذا الجزء كتبناه, ليش هذا الجزء كتبناه, ممكن تشوف الجزء هذا ما هو مهم لكن الجزء هذا مهم. ليش؟ لانه قلت لك مثلا عندك هذه الدالة f x تساوي عندك حالتين x تربيع اذا كانت, او خليني اقول مو x تربيع, خليني اقول 2x اذا كانت x اقل من 2, وتساوي مثلا 3x تربيع اذا كانت x اكبر من او تساوي 2. طيب لما اطلب منك انك توجد الانتي ديريفتيف, تقدر تقول ان اف اكس, لاحظ ان الجزء اللي فوق, لاحظ ان اشتقاق الجزء اللي فوق هذا اشتقاقه راح يكون اف اوف اكس تساوي اكس تربيع. اوكي و طبعا هذا لما تكون اكس اصغر من 2, بس هذه الفانكشن معرفه على اكثر من هذه الفتره, معرفه على اي اللي هي بهذه بحالتنا, هذه الفانكشن معرفة على R على جميع القيم الحقيقية, جميل على خط الأعداد. فالفكرة هي ببساطة انك انت المطلوب منك انك تقول لا, هذه X تربيع لما تكون X أصغر من 2 وتساوي كمان X تكعيب لما تكون X أكبر من أو تساوي 2. أوكي لأن بال هذه X تكعيب, X تكعيب طبعا كيف جبناها نتكلم عن هذا الموضوع بالفيديو الجاي, لكن الفكرة اللي لازم نعرفها الحين او مجموعة الافكار اللي لازم نفهمها الحين بهذا الدرس, اول شيء ليش لما نكامل الدالة او نوجد الانتي ديريفتيف نقول نكتبها بهذه الصيغة. اوكي خليني اكتبها بصيغة عامة, نقول كابيتال اف او سمول اف لي اكس, سمول اف لي اكس بستعمل نفس الألوان اللي استعملتها قبل شوي, f of x تساوي اشتقاق d dx لدالة معينة, الدالة هذه f of x. اوكي طبعا هذه اذا كانت هذه العبارة, اذا كانت هذه الاشتقاق كيف نكتب التكامل؟ التكامل يكتب بهذه الطريقة, نقول كابيتال اف اكس زائد سي يساوي اشتقاق تكامل اللي هو شكلها زي حرف الاس. اوكي تقريبا التكامل اف اكس
دي اكس. طبعا راح اشرح من وين جت الدي اكس هذه، بشرحها لما نتكلم عن ريمان سام، لكن هذا الشكل التكامل حاليا. اوكي، هذا الشكل تبع التكامل، هذه الصيغه العامه للتكامل. تكامل اف اكس زائد سي يساوي عفوا اف كابيتال اف اكس زائد سي تساوي تكامل اف اكس دي اكس. طيب اوكي، ايش الافكار اللي لازم نكون فاهمينها بالدرس هذا؟ من وين جت السي؟ ليش لازم نكتب السي؟ لا هذه طبعا لان عندك عائله فيها عدد لا نهائي من الانتي ديريفتيفز او المشتقات العكسيه. طيب هذه فكره اولى. الفكره الثانيه ان السي زائد سي زائد 2 سي زائد 3 سي ما راح تفرق، نكتب سي مره واحده ما راح تفرق معنا. نقدر نكتب سي او سي على 2، سي على 4، سي تربيع، ما راح تفرق، بس يفضل انك تكتب سي واحده. اوكي، يعني لو اشتقيت اكثر من داله باخر الحل اكتب السي لانها ما راح تفرق معك لو كملت اكثر من داله. طيب هذه الفكرة الثانية. الفكرة الثالثة، لازم نفهم التعريف، نفهم كل كلمة بالتعريف. اف اكس انتي ديريفتيف، طبعا هذا تعريف لهذا المصطلح اللي هو الانتي ديريفتيف او الانتي ديفرينشيشن. اوكي، اوف اف اكس اف ان اونلي اف دي دي اكس ل اف اكس تساوي اف اكس از ديفايند اون اي. لازم نفهم هذا السطر برضو، انها لازم تكون معرفة لكل اكس في الانترفول، لان لو ما كان هذا السطر موجود، لو ما كان هذا الجزء اللي باللون البنفسجي موجود، كنا نقدر نقول ان اف اكس كنا نقدر نقول انه هذه انتي ديريفيتيف لهذه. طبعا هذا شيء غلط، لازم تعرفها كامله، لازم تعرفها كامله لكل حالات الاكس، لكل قيمه لاكس في الفتره المعرف عليها الداله. هذه افكار الاساسيه. ايش نستفيد من التكامل وايش معنى التكامل؟ نتعرف على هذا مع بعض بالفيديوهات القادمة ان شاء الله.